سبق وأن قدمت تقرير سريع عن الفرق بين شجرتي السيال والسمر، وذلك من حيث الفرق القائم على جذعي الشجرتين، وهذا ملاحظ ومعروف حتى أن من يعرف الشجرتين ويتأكد من هذا الفرق ومن مسافة بعيدة يدرك ذلك الفرق. والفرق موجود في شجرتين في كل مكان، هنا في أحد الأودية بالقرب من مركز الصديرة، هذا جذع سيالة خشن وفيه قرف واضح وكبير وأيضا يميل للون الأسود، وهنا أيضا الفرق القائم على جذع السمرة، هذا جذع السمرة أملس بدون قرف، وفي بعض السمر يظهر القرف، هذا الجذع. وهناك فارق بالنسبة للورق يعرفه كل من يعرف الشجرتين، هذا الآن فن من السمرة وهنا فن من السيالة. هذه أوراق السمرة صغيرة وقصيرة نسبيا وخضراء فاتحة نسبيا، وهذه أوراق السيالة أكبر وأطول وأيضا أثخن، هذه أوراقها. وأيضا الفارق بالنسبة للحبلة، في هذا الوقت الآن في موسم الربيع تظهر حبلة السيالة واضحة الآن في هذه الشجرة، وهناك فوارق كثيرة، ولكن لضيق مساحة التقرير نكتفي بهذه الفروق على أمل استئنافها في أشجار أخرى إن شاء الله تعالى.